أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كل عام ومصر بخير، كل عام والإخوة المسيحيين بخير، كل عام قداس البلد والدروس بخير وأمن وأمان. ديت المناسبات ديت بتجمع المصريين على حب الوطن على فكرة، ومثل هذه المناسبات بتبقى تطبيق عملي، تطبيق عملي لصحيح الإسلام. إحنا إسلامنا بيقول زوروا المسيحيين وزوروا غير المسلمين وتعاملوا معهم معاملة طيبة ومعاملة سامحة. خلونا نظهر الإسلام بصورته الحقيقية للناس علشان الناس تحب الإسلام. مش لازم نسيب الإسلام اللي يختطف بأيدي هؤلاء الإرهابيين الخونة الذين يقتلون الناس باسم الدين ويكتفون الأعراض باسم الدين، والدين من ذلك براء. أنا بقول للمسيحيين كل سنة طيبين، مثل هذه المناسبات بتثبت يوم بعد يوم أن محاولات البعض لتقسيم هذا الوطن وإفشال هذا الوطن هي محاولات بائسة ومحاولات فاشلة ولن تنجح ولن يعني وسوف تفشل دائما بإذن الله تبارك وتعالى. مصر دولة أمن وأمان من 14 قرن من الزمان، عايشين مع بعض في بيت واحد، في أرض واحدة، في مصنع واحد، في ميكروباص واحد، في محل واحد، موجودين مع بعض، فهنكمل كده مع بعض. هم عاوزين حاجة تانية؟ لا، مش هتكون اللي هم عاوزينه أبدا، هتكون مصر زي ما المصريين عايزين، مش زي ما الإرهابيين العملاء الخونة دول عاوزين. هتبقى مصر كده بلد للمسلم والمسيحي يعيش فيها الجميع، له ما عليه من حقوق، له من ما له من حقوق وعليه ما عليه من واجبات. دي رسالة أمن وأمان. والعالم الخارجي أو يعني اللي عاوز يشوف التعايش الحقيقي يجي مصر ويشوف إزاي المسلم عايش والمسيحي في أمن وأمان وحب واستقرار. بقدم النهاردة التعازي كمان لأسرة أخونا رجل الشرطة اللي استشهد وهو بيحاول يعني يمنع قنبلة من الانفجار فاستشهد في الهرم. ربنا يرحمه ويصبر أهله ويتقبله من الشهداء. وصدق التعازي لوزير الداخلية، وبقول لرجال الشرطة استمروا، لازم تستمروا علشان تدحروا الإرهاب وتجيبوا حق أخوكم وأخواتكم اللي استشهدوا وتكووا بنار الإرهاب، ولازم القصاص العادل يتحقق. أنا بقول للدولة المصرية لابد أن يتحقق القصاص العادل، لا مصالحة مع هؤلاء الخونة إلا بتحقيق القصاص العادل ممن قتلوا أبناءنا سواء من الشرطة أو الجيش أو من الشعب المصري. القصاص العادل، ونستمر في محاربة الإرهاب للنهاية، ونقف خلف القيادة السياسية معتصمين متعاونين على حب الوطن وعلى حب مصر للنهاية إن شاء الله، وسوف ننتصر قريبا بإذن الله تعالى.